أول من الأسبوع الثاني لموسم سباقات الرياض، إذن الدفاع موفق سيداتي أنساتي سادتي. قام تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادرية وفي العاصمة الرياض لسابع أشواط هذه الأمسية. الأفراس المبتدئة بعمر السنتين تتنافس على مسافة السافن فورلونج، مسافة 1400 متر. هل تبدأ من المسار الداخلي والمطاردة هنالك من المسار الخارجي من لاسوليتير بشعار أسطاب الألفة في المطاردة في ثالث مراتب من قبل الجمال القادمة من إيرلندا بشعار أيمن الراجحي فيما لا تزال هنا في القبعة الحمراء، هلت بشعار سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز تنافس على المرتبة الأولى. ثلاث أسماء في المقدمة وهنالك الاسم الرابع سورون بن تاليسا بروش تتمركز في المرتبة الرابعة. أربع أسماء فقط تتنافس في هذا الشوط، تتقدم الجمانة من المشاركة الأولى والحضور الأول لها وكذلك لاسوليتير في الحضور الأول لها، فيما هلت تبدأ في المرتبة الثالثة في الحضور الثاني تتقدم الجمالة القادمة من إيرلندا مع خالد الميموني بالرقم واحد. تبدأ بتوسيع الفارق الآن، هنا بدأت الجمالة قامت بالتبديل، بدأت بتوسيع الفارق من أول حضور. الزرقاء قادمة من إيرلندا بشعار السيد أيمن الراجحي تدريبات عبد الله منيف والقيادة الأكثر من رائعة من قبل خالد الميموني. الجمالة هنا بدأت تظهر في هذا المساء، المساء من أول ظهور الجمالة وأنا تحقق هذا الانتصار. نتطلع لما هو أكبر أيها الجمانة في أول حضور. الزرقاء قدمت أداء رائع جدا، أداء مميز للغاية وقيادة موفقة من قبل هذا الخيال خالد الميموني.